كأنه النجوم نزلت على الأرض ليضوّوا كرمالنا. نانديني أنا بحبك. أنا ماني خاطفك، ليش ماني عم يدور عليكي؟ كتير آسف، كل اللي عم بيصير هلأ أنا ماني مسؤول عنه أبداً. هو ما كان بدي يعمل هيك، بس أنتوا جبرتوني يتصرف بهالطريقة. قومي. أخيراً إجا. يلعن، متأكد هون. طالما أنا معك وجنبك لا تخاف. معك كوني بأمان أكثر من أي مكان تاني بالعالم. وعد، ايمت ما كان بدك ياني حاسمعك. نانديني انا بحبك. الو ماني، هلا اكتشفت رادي ما رجعت على رانشي. كاين الاستاذ رابطها بغرفه بالكليه. اسمع، نحن لازم نمسكه وهلا رايحين لعنده. يا أخي نانديني، نانديني. أوه ليك ليك، اسمع اسمع اسمع، ما في حدا هون. أنا أجيت لهون لرجع هاي. ما بعرف شو القصة، حطيت أول فردة ضايعة ورجعت لقيت الثانية، بس بظن إنه راحوا وقال لي إنه كانت لرفيته. أنا عرفته، رجع للحاشي. شو هالناس الغريبين هدول؟ العمى، ماني جايب الشرطة. لا، ما فيني أخسر كل شي عملته بسبب بنت صغيرة. شو رح ساوي هلأ؟ Yeah.
حذرتك مليون مرة ما تقرب منه. نانديني انت منيحة؟ قليلي انتي صرت منيحة؟ الليلي تريلوك ازاكي شي؟ ريشاب روح بسرعة جيب الكاميرا وسجل كل شيء. يلا روح بسرعة جيبها، بدي اشوف ردة فعلها لناندينة. يلا اهدى شوي مارتي، نحن فينا نصور بالموبايل. ايه صحيح، هي الموبايل مسوك ريشاب. لحظة يلا صور كل شيء. ألف مبروك. أهلين ماني ونافيا. أهلين وين ناندينة؟ مرحبا عمتي. بعرفك على رفقاتي
موكتي، آليا، كبير. مرحبا عمتي. أهلين. مثل ما بتعرفي أنتي، اليوم قدمنا العرض سوا أنا ونانديني وكان كتير حلو، لهيك فكرنا أنه نحتفل مع بعض. لهيك نحن جينا لهون. هاي لفتة كتير حلوة منكن. بس وين الناندليني؟ عمتي هون. حبيبتي المغنية العظيمة ناندو. حبيبتي نانديني، أنا عندي مفاجأة كتير حلوة لإلك. عم تصور أنت؟ يلا. ناندو. مبروك يا نانديني. فوتوا كلياتكم. ناندو، أنت تعبانة شوي، بس نحنا فينا نفوت على غرفتك؟ يلا يلا يلا. شكرا لكم. راسي عم يوجعني. تعي، شو رأيك أنت تعملي لي مساج لراسي؟ بنتي. بس المفاجأة نانديني. ولي شو جدبان؟ نسينا نجيب الدواء. الدواء بقلب الشنطاية. لو سمحت جيب لنا دواء، راسي كتير عم يوجعني، ما عم اتحمل. ناندو شوفي. عمتي بعد اذنك فيك تجيبي لنا كاسة مي، كتير عطشاني. ايه ناندو يلا عمي. تعالي. عمو نحن عطشاني. وانا كمان. بدي مي. جبلهم انت. ناندو يلا. فيني استخدم حمامكم؟ هي حالة طارئة. وين البراد؟ أنا بفوت بجيب مي. يلا فوتوا. تفضلي تفضلي. حبيبتي كل شي رح يكون تمام. لازم تتحممي وغير ثيابك، رح تتحسني. تصيري أحسن. نانديني. بس ماني وصل بالوقت المناسب وأنقذ نانديني. عمتي بترجاكي ما تخافي، نانديني صارت هون وبأمان. ايه عمتي، تريلوك عم يتعاقب وصار بالسجن هلأ، صدقيني. وأدلتنا كتير قوية لهيك مستحيل يطلع. قولك تريلوك كيف قدر يعمل هيك ببنتنا؟ ما عم صدق اللي صار. هو كان طالب عند ستة وإجا لهون، فات على بيتنا وأكل معنا، ورغم كل هالشي هو تصرف بهالطريقة الوسخة مع بنتنا. أنا بفرجي لهالواطي الحقير. لا تخافوا،
انتو شوفوا شو رح ساوي فيه لهالغبي. سانو انتي لازم تضلي جنب نانديني، هي بحاجتك. انا ما عندي الشجاعة باني فوت لعندها وقابلها كمان. شو إلا انه نحن فشلنا بكشف هالواطي ونحن ما شكينا فيه ولا لحظة لانه طالب عند ستة؟ يا مارتي هي بنتنا الوحيدة ونحن ما قدرنا انه نحمي بنتنا. عمتي ونحن كمان ما تصورنا انه تريلوك ممكن يعمل هيك، بس نانديني بالبيت لهيك لا تقلقي، مهم هلأ منيحة. رادي ما صارت بالفندق وهي منيحة، ما تقلقوا وراح أخذها بكرة الصبح على المخفر. ريشاب نانديني، thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.